تسعدني اكون معايا هشام رشاد. هشام مساء الخير. ميدو حبيبي. هشام الدوري يعني ما غابش كتير لان الموسم اللي فات يعني يعتبر الموسمين متلاحمين، لكن موسم جديد بيبدا بشكل مختلف. فرق صاعده استثمرت بشكل جيد جيد جدا، يمكن باستثناء غزل المحله، سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي صرفوا فلوس كتير، عندهم مدربين كويسين. الفرق الجماهيريه والفرق الشعبيه دعموا بشكل جيد جدا، بخلاف طبعا في اربع فرق ظهروا بشكل مختلف وشكل جيد جدا في الموسم الماضي، وهم الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين. فبنتكلم على منافسه في رايي هتكون شرسه جدا وقويه جدا. احكي لنا انت، عملت مقدمه جامده جدا، وفعلا السنه دي احنا كل سنه بنيجي نقول الدوري السنه دي ناري، بس السنه دي ناري بجد. لما جيت بصيت على تدعيمات الانديه امبارح عشان الحلقه النهارده، لا انت 70-80% من الفرق فعلا مستعدين بشكل كبير جدا. والسنه دي لاول مره هيبقى الفرق نفسها هتبتدي تحدد شكل البطل. يعني انت ما اعتقدش ان انت هتتكلم ان مثلا اهلي او زمالك او بيراميدز او الفرق اللي هي في القمه هتحسم الامر زي السنه اللي فاتت بدري، لان الفرق حتى اللي مش هيخشوا المربع هيحددوا بشكل كبير جدا شكل المنافسه. يعني احنا عندنا الاهلي، يعني سبحان الله الفرق الكبيره اللي هو زي الاهلي وزي الزمالك وبيراميدز من اقل الفرق اللي دعمت، لان اصلا فرقتهم كانت كويسه بشكل كبير. يعني انت لو بصيت على النادي الاهلي عقبال ما لسه بنحضر شويه حاجات، انت عندك مثلا النادي الاهلي جابوا المدافع المغربي بدر بنون، وجابوا طاهر محمد طاهر، وعندك احمد رمضان بكم. دول الثلاث صفقات اللي الاهلي دخل بيهم السنه دي يا ميدو، مع عوده المعارين اللي زي محمد شريف، وعندك ناصر ماهر، وعندك صلاح محسن، واحمد ياسر ريان. من وجهه نظري كان الاهلي، لو بتهتم الاهلي عنده وفره كبيره جدا جدا في المدافعين. انت عندك لسه سعد سمير راجع، وعندك دلوقتي، انت دلوقتي بتتكلم في سعد سمير ورامي ربيعه رجع، فانت عندك وفره كبيره جدا في مركزين قلب الدفاع، وعندك في الباك ليفت عندك علي معلول، وعندك محمود وحيد، وعندك محمد هاني يمين، ومعاه احمد رمضان بكر. ولكن لما تيجي تحسبها انت، مثلا لو انت دلوقتي مدرب النادي الاهلي، انا اسالك سؤال هنا، هل انت شايف ان النادي الاهلي في مركز الظهير الايمن كان محتاج تدعيم، ولا يكتفي بمحمد هاني، ولا اعتماد ان اكرم توفيق ممكن يلعبها، ممكن احمد رمضان بكم يلعبها؟ هو الاهلي مضى باك رايت؟ ما مضاش، هو معتمد ان ممكن احمد رمضان بكم يلعبها واكرم توفيق ممكن يلعبها. والله بص، يعني بكم، انا بحب بكم، بكم لعيب كويس جدا، لكن هو بيستلم ويسلم كويس ودفاعيا كويس، في الناحيه الهجوميه ممكن مش في نفس المستوى يعني. وفي نفس الوقت هل انت دلوقتي الاهلي عنده مسابقات افريقيه؟ يعني مثلا لو بتلعب الترجي، بتلعب صفاقس في تونس مثلا، هل الاعتماد على محمد هاني بس هيبقى كفايه؟ هي دي النقطه اللي انا شايف ان النادي الاهلي عنده وفره في قلب الدفاع، عنده وفره طبعا في نص الملعب من خط وسط في مصر، سواء دفاعي سواء هجومي، لكن شايف ان الاهلي كان محتاج يدعم الجبهه اليمنى، وشايف برضو ان مفيش بديل اميده لمروان محسن كتارجت سترايكر. يعني عنده ممكن كهربا يلعب لو مروان محسن حصل له حاجه، ممكن صلاح محسن يلعب، لكن كلهم هيبقوا زي شادو سترايكر، مفيش فيرود تارجت سترايكر ثابت جوه ال 18. ودي حاجة من الحاجات اللي أعتقد إن دي الأهلي برضو لازم يدعمها بشكل كبير، لأن أنا عارف إن هو، عارف أنت لما تيجي تقول مثلا الفراودة كلها بتاعت النادي الأهلي قطعية واحدة، بتتكلم في كهربا، بتتكلم في محمد شريف، في صلاح محسن، عندك طاهر محمد طاهر، كل الناس اللي هي بتيجي من ورا.
لكن في مباريات انت ممكن موقفك نفسه يبقى عارف انت الدنيا مأزمة فمحتاج ايه. انا في رايي تعالوا نبص على قائمه الاهلي. تعالوا نبتدي بالاهلي. والاهلي الاهلي فاز بالثلاثيه السنه دي. ابرز الصفقات بدر بنون مدافع، بيكهام مدافع، طاهر محمد طاهر جناح، ناصر ماهر بيعود مره اخرى، اكرم توفيق بيعود مره اخرى، محمد شريف بيعود مره اخرى، صلاح محسن بيعود مره اخرى. كلهم لعيبه كانوا على سبيل الاعاره وعادوا مره اخرى. انت عارف ايه المشكله الثانيه مثلا يا ميدو اللي ممكن تواجه المنتخب الاولمبي؟ خلي بالك الاهلي ما عندوش دلوقتي ازمه خالص في القائمه، ولكن عندك واحد زي كابتن شوقي غريب مثلا قال لك انا اللعيب اللي بيلعب عندي لازم يبقى بيشارك بشكل اساسي. فاعتقد ان واحد زي احمد ياسر ريان في وجود صلاح محسن وشريف وطاهر وكهربا دي ممكن، انا اتوقع ان ممكن في تعمل مشكله للمنتخب الاولمبي، تعمل مشكله. وعندك احمد رمضان بيكم لو ما شاكش. انا وجهه نظري ما اعرفش ممكن تبقى غريبه شويه، ان انا شايف النادي الاهلي لازم يلعب ثلاثه، لازم. انت دلوقتي بتتكلم لا ما يقدرش. لا بص اصل مدرب ليه سيستم لعب، بس خلي بالك انا مش بقول لك اغير، بس انا عندي احساس ان موسيماني في وقت معين هيبتدي يحول الخطه لكده، ان هو يلعب ببدر بنون ويلعب ببكم يمين ويلعب بايمن اشرف وعندك معلول وهاني. لان هو خلي بالك طريقه لعبه كلها التجميع واللعب في ظهر الديفنس والسرعات، فدي اعتقد ممكن يروح لها في وقت معين، لان غير كده يبقى احمد رمضان بكم مش هيبقى ليه وجود الا لو هتقعد ايمن اشرف وتخش. انا مؤمن، انا يعني صعب ان هو يغير طريقه اللعب بتاعته في وسيله تلاحم المواسم. ممكن يغير طريقه اللعب لو كان في مسافه كبيره بين الموسمين، لكن كل دي بتبقى افكار جوه دماغ المدرب. لكن بشكل انا في رايي ان الاهلي كان محتاج باك رايت تاني بعد رحيل احمد فتحي، باك رايت يكون بيهاجم وبيروح التلت الاخير وبيعمل كروسات وعنده خبرات. وفي رايي ان الاهلي كان محتاج راس حربه تاني. لو راس حربه جامد بالظبط، مش تقليلا من مروان لا انت بتتعامل ان ايوه. على فكره مروان الماتش فات كان كويس، ماتش الاتحاد كان كويس. انت بتعمل قائمه مش عايز تخش في مشاكل. بالظبط، ففي مشاكل في مشاكل موجوده في رايي في قائمه الاهلي. قائمه كويسه بس محتاجه باك رايت ومحتاجه فيرود عشان يبقى القائمه حاسس بامان على مدار السنه. لك بصراحه انا السنه دي عم نتكلم ممكن يكون موسم استثنائي وكل حاجه، ما اعرفش الكلام ده هيفضل موجود معانا ولا لا. الاهلي السنه دي حتى في بطوله افريقيا ابطال الدوري لعب قدام فريق جامد واحد فقط هو الزمالك. الوداد بصراحه الاهلي كان هيكسبه باي حد. قبل كده كل الماتشات سان داونز كانوا سيئين جدا. هم لعبوا كويس جدا قدام الوداد، بس طبعا انا فاهم قصدك ان الوداد ما كانش المنافس الشرس، لكن هم عملوا اللي عليهم. ولكن انا قصدي ممكن بالقائمه دي الاهلي برضو يفوز بكل حاجه. لا قائمه يعني في مواسم يا شمال، انا قصدي عليه في مواسم بيبقى في 3 4 فرق جامدين في افريقيا، صح؟ طبعا. فالنهارده لو في واحده من البازلز بتاعتك واحده ناقصه تعمل لك مشكله. بالظبط. انما بصراحه ببص على مشوار ليس تقليلا من حجم الانجاز، ولكن ببص على الزمالك الفرقه الوحيده الجامده فنيا اللي الاهلي لعبها. يعني لا انت لازم ماتش الوداد انا اتفرجت على الماتشين. لا معلش يعني السيطره التامه دي لا تقلل ان الاهلي عمل اللي عليه، لكن انا عارف قصدك ان الوداد فريق كبير. بس لا يعني فرقه وحشه بصراحه. حتى الرجاء ماشي فرقه اوكي، ماشي احسن من الوداد بعض الشيء، لكن الزمالك والاهلي كانوا افضل الفرق في البطوله باي فار. يعني الفرق الثانيه كلها اقل بكتير، حتى فرق جنوب افريقيا سان داونز، حتى يعني الفرق حتى اللي هي ليهم باع كبير في فرق كلها متأثرة بشكل كبير. لكن هو بشكل كبير قائمه الاهلي بنسبه 90% قائمه محترمه جدا. ممكن التدعيمين دول باك رايت ومهاجم تحصل خلاص كلها شهر ونص والانتقالات الشتويه. ممكن الزمالك لو جاهزه برضه خش على الزمالك. الزمالك هو مفيش غير صفقه واحده يا ميدو، حمزه المسلوسي جاي من صفاقس، وعوده فتوح وعوده رؤى وحميد حداد اللي اتوقع ان هيبقى بنيو لوك المختلف.
طبعا دلوقتي في ميزه في نادي الزمالك كويسه جدا، ان اي واحد دلوقتي بقى خلاص عارف 99% من تشكيل نادي الزمالك. انت دلوقتي كل الناس عارفه ابو جبل وعارفه جمعه، خلاص ما بقاش في مشاكل خالص في حته انت تتوقع تشكيل نادي الزمالك. ولكن وجهه نظري ان الزمالك محتاج كان بلاي ميكر. عارف ان شيكابالا ممكن يلعبها، بس شيكابالا حته البدنيه عنده، هل لو في حاله غياب اوباما، عندك اوباما وبن شرقي وامام عاشور ممكن يلعب 10. ما احنا بنفكر ان ما يبقاش في لخبطه، يعني خلي بالك الانسجام الهجومي اللي عند نادي الزمالك، حته ان بن شرقي بيلعب شمال وزيزو بيلعب يمين، لازم الزمالك يبقى حاطط في دماغه. هو ما عندوش مشاكل دلوقتي، لكن مثلا افرض اوباما ما بيلعبش، هل عندك البديل اللي ما يغيرش مركز زيزو ومركز بن شرقي اللي يلعب لك 90 دقيقه بيهاجم كويس وبيدافع كويس؟ هتضطر ترجع بن شرقي، بس بن شرقي لو لعبها هيبقى عنده النواحي الدفاعيه اقل، فبرضه الزمالك يبقى لجنه. وانت عندك يعني، بص انا بصراحه بكل صراحه شباب، انا شايف يعني ان الزمالك يعني في ظل الظروف اللي هو موجود بيمر بيها، الزمالك مش محتاج لعيبه. الزمالك عنده لعيبه في كل حته في الملعب. امام عاشور بقى يلعب 10، بن شرقي بقى يلعب 10، معاك مليون في الميه، كله عادي يعني. مفيش اي مشكله يعني. ما زيزو ممكن يلعب 10، انت خلي بالك زي الاهلي، الاهلي ما عندوش مشكله ولا الزمالك عنده مشكله، لكن انت يعني بتتكلم لما بقى مفول القايمه تماما وقاعد مطمن. هو هشام انا هسالك سؤال، تمام؟ هو انت لازم عشان القايمه 30 لعيب يبقى انت 30 لعيب؟ لا، بس عندي أنا مركز، انا لازم يبقى انا لازم النهارده مدرب النهارده فيش اراهن لو باتشيكو او موسيماني او فايلر او ايا كان، كل مين مدربين لو في اوروبا يبقى عنده 30 لعيب ماكسيمم 24 لعيب. بس المهم برضه يا ميدو، عارف الفكره في ايه؟ ان انا لما لعيب يقع ما غيرش مركز لعيب عشان احلها، هي دي كانت وجهه نظري. ان انت دلوقتي مثلا لما باك رايت بيتعور عندي باك رايت، انت اللي حصل مثلا في الزمالك ايه؟ جمعه لما مصاب وعبد الشافي اضطريت تجيب لعيب يلعبها. انت دلوقتي اوباما لو اتصاب هتلعب شيكابالا لو بدنيا يقدر يديك 90 دقيقه. بس معلش ارجع، تعال النهارده نروح لكل فرق العالم، صح؟ في وقت من الاوقات لما بيبقى عندك عجز في مكان معين بيجيب لعيب من حته تلعبه في حته. يعني ليفربول مثلا في وقت من الاوقات لعب ميلنر باك ليفت ولعب واشتغل كويس السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت لعب ميلنر باك رايت. لازم بيبقى عندك لعيب بتحركه، مفيش فرقه عندها لا كل عدد كم من اللعيبه. لا شك، انت عارف انت بتتكلم انت في حته ايه؟ السنه دي انا اسف مثلا بتتكلم بقى على ليفربول ومعاهم فلوس، انا هجيب لك السهل يعني. السنتر باكات لما حصل المشكله فابينيو رجع لعب سنتر باك. هو اصلا لعيب نص ملعب ولعب سنتر باك كويس واشتغل كويس. اللعيب الجامد اللي هو لما بيطلب يلعب في مكان تاني كامرجنسي او انت بتتكلم صح، بس المثلث اللي قدام لنادي الزمالك قوته في زيزو بن شرقي وفي اوباما او بلاي ميكر عشان ما تلخبطش الدنيا. لكن ده بالعكس، انت نادي الزمالك احسن حاجه عملها ان هو ما جابش لعيبه، لان هو عنده قوام فرقه قويه جدا. وده الصح، احنا بنتكلم في حتة ايه اللي كان يفول القايمة ويخليك مطمن ويخليك ان لو حصل حالة اصابة او اي حاجة ما نغيرش في اماكن اللعيبة. لكن بشكل كبير الاهلي والزمالك داخلين ما كانوش محتاجين بالظبط. نروح بقى بيراميدز. ده مقاولين بيراميدز، ماشي مش مشكلة. في الاول احنا عايزين نتكلم على حاجة اللي هو اروى بارينا. أروى بارينا ده أرجنتيني، مهم جدا إن الناس تعرف كويس جدا إن هو مدرب على كفاءة كبيرة جدا. الراجل ده ميدو خد مع بوكا جونيورز دوري وكاس، مسك بوكا جونيورز في من 2014 ل 2016، والراجل ده كان لعيب دولي، لعب 6 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، آخر مباراة لعبها كانت في 2006. مدرب مسك فرقة في قطر ومسك في الإمارات، وراجل بيلعب كورة هجومية بشكل كبير جدا. عدد اهداف كبير كبيره جدا، ودي يعني معلومات يعني انا واحد وصلت لواحد معاه مدرب احمال محترم جدا 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 وشغال على النواحي البدنيه، لان هو ممكن نلاقي الراجل ده اروى بارينا ده بيلعب 4-1-4-1 تمام، او هيرجع تاني ل 4-2-3-1. ولكن المعلومات يعني اللي واصله ان الراجل ده بيشتغل كره هجوميه جامده جدا، اشتغل على الضغط من قدام، وهو سبب من اسباب ميدو ان عبد الله بكري بعد ما كان قريب من الانتقال لنادي الزمالك ان هو وقف الصفقه، لان هو
المباريات الوديه اللي لعبها قبل في خلال فتره الاعداد كان عامل فتره اعداد جامده جدا. عبد الله بكري ومن الاعمده الاساسيه اللي هتعتمد بيها كان هيلعب عبد الله بكري وعلي جبر. علي جبر وفي حاله اصابه علي جبر طبعا احمد سامي. طبعا هو خط الظهر معروف حمدي بتتكلم في احمد ايمن منصور او عبد الله بكري، بس هو القريب عبد الله بكري وعلي جبر، وطبعا هيلعب بفتحي، لكن هو دونجا من اهم اللعيبه اللي عند ارو بارينا السنه دي، معتمد عليه بشكل كبير جدا. عشان كده مين بكره التاني موجود غير فتحي؟ توفيق. توفيق عندك، توفيق وعندك طارق طه هنا، لا فرقه، عندك محمود حماده في نص الملعب، وعندك في لعيب بقى ميدو مفاجاه جاي من نجوم، لعيب ناشئ من منتخب الشباب اسمه محمود صابر، لعيب بيلعب 10 وبيلعب على الاجنحه، بس لعيب واعد جدا جدا من منتخب الناشئين، وبرافو على اداره بيراميدز ان هم عرفوا يجيبوه. وطبعا الدبابه الفلسطينيه بقى محمود وادي، ده لعيب من اللعيبه الكبيره جدا، وجون انتوي ومحمود وادي. ده كان جول من السنه اللي محمود وادي مش يعني مش فاكر، بس هو من الفراوده اللي فيهم الريحه اللي احنا بنحبها، اللي هو في التارجت سترايكر ممكن مع فرقه اكبر زي طبعا لما يوصل كتير والكلام ده كله. وانا بقول ان احمد الشيخ هياخد شويه وقت عقبال ما يخش. هي دي الصفقات اهو زي ما انت شايف. احمد فتحي خش على المقاولين يا شباب، خش على المقاولين. المقاولين طبعا فريق عمل موسم كبير مع كابتن عماد وعامل صفقات ده الاتحاد يا جماعه. المقاولين قبل بيراميدز، قبل بيراميدز ارجعوا سكيب للورا الناحيه الثانيه. لا عامل صفقات وجايب لعيبه ماشي. الاتحاد الاتحاد طبعا زي ما احنا شفنا ماتش الاهلي كابتن حسام حسن عامل فرقه محترمه جدا. جاب طبعا حسام عاشور، جاب عمار حمدي اعاره، كريم يحيى اعاره من النادي الاهلي. ركز بقى، بص على عبد السميح سيمو، ده لعيب كان بيلعب في المنصوره السنه اللي فاتت، لعيب هيبقى من مفاجآت الدوري السنه دي. لعيب وسط مدافع بيلعب 6 ولا 8 يعني؟ لا لا ما بيلعبش 6، هو جناح، هو حصل هنا زي خطا. هو بيلعب وينجر، بس لعيب انا قعدت 10 دقائق انا كنت بسمع عن سيمو ده ان في لعيب كويس جدا في المنصوره، وكابتن حسام حسن جابه. انا قعدت 10 دقائق عشان افهم هم ايمن ولا اشول. شوف وصله تمديده ان هو بيلعب لما الكوره بتجيله على رجليه اليمين انت بتحس ان هو ايمن، لما بتجيله على الشمال بتحس ان هو اشول، وحتى لما بيخش جوه بيشوط. عارف انت الايمن لما بيخش الكوره بيبقى ليها لفه معينه، والاشول لعيب جامد جدا. عبد السميع سيمو ده هيبقى من مفاجات الاتحاد. وعندك طبعا حارس نادي الزمالك اعاره محمد صبحي، وعندك محمد بن عيني ده ايمانويل بن عيني وعندك روماريو ويليامز ده لعيب جامايكي فيرود جه جديد مع نانا المدافع الجامايكي اللي بقول اللي هو دانيال لوين ده دلع نانا عشان نسهلها على الناس، من المدافعين كويس جدا. الاتحاد بس هشام انت شايف بكل صراحه ان تعرف ان يعني الجول كيبر جزء مهم جدا من اي بلان فريق بيحاول ان هو ينافس. انت شايف ان عماد السيد عنده الجوده كجول كيبر ان هو يشيل فرقه الاتحاد، ان هو يخلي الاتحاد موجودين في مراكز متقدمه في الدوري؟ اكلمك بمنتهى الصراحه، ولا كان محتاج جول كيبر؟ اكلمك بمنتهى الصراحه، الانديه اللي عايزه تبقى في مكان كويس او تنافس لازم تبقى انت كمشاهد تبقى وانت الجون واقف تبقى مطمن ان هو حته الاخطاء قليله عنده، او يعني غلطه غلطتين على مدار الموسم. عماد بيعمل ماتشات كبيره جدا وممكن جوه الماتش يغلط. هتقول لي الجون بيغلط، انا معاك، بس الحراس الكبار الليفل اللي اتكلم فيه ده الاخطاء دي ما بتبقاش بالعدد ده. فانا بحب عماد وكل حاجه طبعا، ولكن كان وجهه نظر ان هو محتاجين جون ليفل. انا بحب عماد يعني، بس يعني عماد جول كويس، جول كيبر كويس جدا لا محتاجين. وبرده حته عشان سريعا، حته محمد صبحي برده انت ماشي عشان تلعب عشان المنتخب الاولمبي، برضو ممكن صبحي يلعب بالظبط، ممكن، بس يعني الطبيعي ان تلاقي عماد هو اللي هيلعب. فصبحي رايح ماشي، هو قرب احسن ما يبقى رابع دلوقتي، وارد ان هو يشارك، لكن يعني ربنا يكرمهم الاثنين يعني. المقاولين فرقه مميزه جدا من السنه اللي فاتت، كابتن عماد النحاس عامل فرقه محترمه جدا،
واللي اتفرج على ماتش الكونفدراليه يعرف ان المقاولين بقى فرقه شرسه هجوميا، مش عشان كسبوا تسعه. اللي بيحب الكوره بيتفرج على الكوره ميدو يفهم حته ده. مين احمد عبد العزيز ده اللي هو كان في باك ليفت؟ ده كان في امبي. صح؟ انت عندك دلوقتي عندك فيرود ده هيثم الجويني، كان لعيب من اللعيبه بتاع الترجي، فيرود كويس قوي. وسيم النغموشي ده لعيب نص ملعب كان بيلعب في الترجي، لعيب كويس قوي قوي، عامل زي انيس بوجلبان كده. احمد مجدي ده بتاع الجونه؟ احمد مجدي بتاع الجونه. احمد شكري عندك، داوده عمل ماتش هايل قدام فرقه بتاعت الكونفدراليه، هو بقاله سنه ونص ما حدش يسمع عنه حاجه، انا استغربت، عمل ماتش محترم جدا في الكونفدراليه وجاب جونين. عندك كابوريا، محمد حمدي، زكي، باسم علي رجع بقى عندهم دلوقتي، امير عابد باك رايت، وعندك باسم علي وخالد الحسيني ده مدافع، واحمد عبد العزيز. لا تدعيم بشكل طبعا غير هنستروزا اللي هو الهاف رايت، لعيب محترم جدا. وانا اعتقد ان الجزيري يا ميدو هيلعب السنه دي، لو هيثم الجويني بيلعب الجزيري هيميل كوينج ليفت. المقاولين عنده ماتش، اول ماتش الزمالك، وعنده محمد عصام جامد جدا. اللي بعده اسماعيلي. الاسماعيلي هو جدد، كان فخر الدين بن يوسف بصراحه، عملوا صفقات كويسه، مش الفرقه اللي هتنافس على الدوري ولكن احسن من السنه اللي فاتت. عندك جددوا اعاره فخر الدين بن يوسف، طبعا لعيب التونسي. اري بابل اللي كان جاي الزمالك وراح، لعيب كويس جدا، بيلعب وينج رايت وينج ليفت، ومن النوع اللي بيخش لجوه مع الهجمه، هداف. محمد عادل ده بقى ميدو ديفندر جاي من الانتاج، لعيب هيعجبك. سته بيلعب سته وبيلعب ثمانيه، لعيب هايل. يعني انت لو بتلعب بعماد حمدي وتلعب بمحمد عادل، محمد عادل لعيب هيعجبك قوي، لعيب كويس قوي وعنده فيجن كويس وبيقطع، وساعه لما بيتزني عنده واحد على واحد بيشتغل بشكل كويس. فدي صفقه عوده صبحي بالنسبه لك كانت امان، صفقه امان. لان انت عندك، انت مش فاهم تلعب محمد مجدي ولا محمد فوزي. فمحمد صبحي انا اعتقد ان كابتن سعفان هيبتدي محمد مجدي، ولكن لو حصل اي تعثر ممكن يبتدي صبحي يخش، ما اعتقدش ان صبحي هيبتدي من الاول. بس هو امان، عنده خبرات. وبرضه الحقيقه سعيد جدا ان صبحي رجع الاسماعيلي، بيته دلوقتي. انت عندك مسيرته في اسماعيلي بالظبط، احمد على طول بيتمرن وفت. شوفه حتى على طول بيتمرن. لا هو حارس المرمى، عندك عصام الحضري، وعندك اوسا ما شاء الله، 10 10. اوسا اصلا خلاص السنه دي تقريبا الموسم ال 25 هيبقى اكتر لعيب في تاريخ الكوره مواسم متتاليه، وعدى جيكس خلاص وتوتي، فما شاء الله. احمد مصطفى ده لعيب من اللعيبه اللي هتعجب الاسماعيلاويه جدا، ده كان بيلعب في الداخليه وكان في جنت. احمد مصطفى ده عارف احمد مصطفى؟ جه لعيب بلاي ميكر، كان في الداخليه وبتروجيت. لعيب كويس. رضوان الشريفي ده باك ليفت محترم جدا. مروان الصحراوي ده، رضوان الشريفي ده جزائري هيحل برده القصه بتاعت الباك ليفت. مروان الصحراوي ده تونسي بيلعب مدافع. وشكري نجيب اعارته خلصت ورجعت. فاعتقد الاسماعيلي هيبقى فرقه كويسه، بس لازم الاداره تبقى واقعيه. احنا عملوا صفقات كويسه، بس ما يقعدوش بقى يوعدوا حته احنا بننافس على الدوري والكلام ده، لان جمهور الاسماعيليه لازم الامور تبقى واضحه. انت قطعت شوط محترم بالصفقات دي، ان شاء الله مثلا لو عايز حاجه في يناير تكملها، ومن السنه الجايه نبتدي نقول الحته دي، لان مهم جدا لما بتبقى واضح من الاول طبعا جمهور الاسماعيليه بيقول. سموحه، كابتن احمد سامي عمل كام صفقه محترمين جدا. طبعا اطهر الطرد حبيب قلبي نجم الهلال السوداني، ده اطهر الطرد ده اللي مضيعه كابتن احمد صدري، لعيب هايل هايل يا ميدو، بيلعب باك رايت ووينج، سريع وبيخش لجوه وبيعمل كروسات وهداف وبيكمل. عندك رفيق كابو ده اللي كان المغربي اللي كان، سوري، التونسي اللي كان بيلعب في وادي دجله. وعندك عبد الكبير وادي نفس القصه. عندك علي غزال ممكن تستفاد منه كلاعب سنتر باك وسط الملعب. محمود ليلى لعيب نص ملعب كناريا، كان معاك في المقصه رجع تاني، لعيب كويس قوي كناريا. احمد رفاعي ده باك ليفت كويس جدا من بتروجيت، بس اللي انا سامعه ان هو مصاب فممكن يلعب بالترهول انتاج بالظبط. المدافع احمد رفاعي ده باك ليفت كويس جدا، بس ممكن يعتمدوا على الطرهوني عقبال ما، لان تقريبا سمعت ان هو مصاب ممكن اسبوع اسبوعين، لكن باك ليفت محترم جدا. سموها هيبقى ليها شكل محترم يعني. يلا ننقل سيراميكا كليوباترا، هو الفريق الخادم
طبعا عدد صفقات كبيره جدا دي ابرزها. انت بتتكلم طبعا كابتن هيثم شعبان مدرب كويس. بتتكلم في بادجت كان محطوط لها 300 مليون كسر ال 20 لعيب عامل جايب فرقه من اول وجديد، لكن فرقه محترمه جدا. والصعوبه اللي هتقابل كابتن هيثم شعبان حاجه واحده، ازاي تخلي الناس سعداء، الناس ما بتلعبش بالظبط. ودي هو مدرب كويس جدا، هل بقى حته ان انت هتعرف تمسك سكواد بالمنظر ده وتسيطر عليه؟ انت بتتكلم في نجوم كتير طبعا، عندك صالح جمعه، عندك محمد ابراهيم، محمد حسن اللي كان لاعب نادي الزمالك، عامر حارس المرمى، رجب بكار باك رايت، سيف طاقة ده مدافع تونسي، كوامي بونسو ده ميدو لعيب الترجي بتاع نص الملعب، لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي. عندك كوبينا ده مهاجم تاني ومهاجم وينجر، عبد الرحمن بودي بتاع دجله ده هيبقى بديل او يشارك طبعا على حسب رؤيه كابتن هيثم شعبان ليه رجب بكار، مسعد كان في المقصه وراح، واحمد محسن الباك، وفينيسيو ده اخو جورجينيو. لعيب هايل. اخو جورجينيو مين؟ جورجينيو. لعيب هايل فاهم؟ دي صفقات البنك الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف. الزنفولي راح من الاتحاد حارس المرمى، محمد كوفي، عندك مانويل جبتور اللي كان بيلعب في امبي وبيلعب في الداخليه، عندك معروف يوسف. جابوا لعيبه افارقه او لعيبه اجانب عندهم خبرات في الدوري المصري بالظبط معظمهم يعني. وباسيليوس بوزاس اللي كان اليوناني اللي في دجله، وموسى ديوارا نجم الانتاج وينجر عاليه طبعا 10 10، احمد علي المهاجم، احمد ياسر تسيم مدافع المقصه بالظبط، شرويده ومحمود قعود وباسيوني. الميزه اللي في البنك وسيراميكا عكس بعض يا ميدو، كابتن محمد يوسف بنى ورا خط الدفاع في بنك الاهلي كويس جدا جدا. انت كمان عندك مجدي كمدافع، عندك كوفي، عندك احمد ياسين، وعندك عاصم صلاح كباك ليفت، وعندك بهاء مجدي، وعندك خط الدفاع. عاصم صلاح المقصه؟ لا طلاع الجيش باك ليفت. الفكره ان بنك الاهلي باني ورا بنص ملعبه اقوى من سيراميكا، سيراميكا هجوميا اشرس. لكن في حته قلب الدفاع لا، يعني محتاجين تدعيم شويه. لكن بشكل كبير عاملين محطوط بادجت للبنك الاهلي كان 280 مليون. لا بس بتهيألي البادجت اللعيبه اللي جابوها دول اقل كتير. لا البادجت الكوره مش ان الصفقات، انت بتتكلم بقى ترانسبورتيشن وبتتكلم دي الميزانيه اللي اتحطت. مفيش الصور مش يعني دي اخر كانت صوره معانا. فانت دلوقتي بقى بتتكلم على ان دلوقتي شكل المنافسه يا ميدو فوق، شايف ان الثلاثه الكبار هيخبطوا، الاهلي والزمالك وبيراميدز بشكل كبير. المركز الرابع عشان الكونفدراليه لا، يبقى عليه تنافس شديد جدا. عندك المقاولين، وعندك سموحه، وعندك الاتحاد، والمصري من الفرق اللي عملت تدعيمات كويس جدا. انت بتتكلم في رفعت، بتتكلم في عنتر، وبتتكلم في جيرالدو، جابوا المهاجم اللي هو كاسونجو بتاع الوداد كونغول مصري. لا عملوا فرق واحمد شديد قناوي رجع، وجابوا علاء عطا المدافع اللي هو كان في اف سي مصر، كنت حتى بقول لك عليه باك رايت كويس جدا راح. عندك مصطفى سلطان وينجر 10 على 10 كان في اف سي مصر برضو راح. لا المصري عمل فرقه كويسه جدا، عندهم بس مشكله في مركز قلبين الدفاع، هو اسلام ابو سليمه واسلام صلاح اللي هو بيعمل بوني تيل ده، رجع من الاصابه. كابتن علي ماهر عمل فرقه كويسه جدا، ولكن حته قلب الدفاع محتاجه تدعيم عشان ما تظلموش. الفرقه اللي عنده هجوميا هتجيب جوان، لكن ممكن في ماتشات معينه يستقبل اهداف وهو ماسك الجيم. هي دي بس النقطه، عشان كده كان عايز يجيب أسوان. محمد عبد السلام اسوان المفاجاه، الناس ما تعرفش جايبين تقريبا فوق ال 20 لاعب، كلهم يعني لعيبه ممتاز بيها واعراض من لا اللعبة. كابتن سامي الشيشيني محنك، يعني هو جايب خبرات كبيره جدا، انت بتتكلم في عمرو الحلواني، بتتكلم في صلاح سليمان، في طه عادل، جاب لعيبه عندها خبره دوري ممتاز. ولكن في طبعا مهمه مش سهله، انت بتتكلم برضو جايب يوسف اسامه نبيه ابن الكابتن اسامه نبيه، ميكس ما بين اللعيبه ميكس
ولكن في معاناه يعني عشان الاسوان يقعد شخصيه بقى كابتن سامي الشيشيني ولاعيبه اسوان دي لازم تبقى بتشتغل بقلبها جامد جدا. وانا برضو الحاجه الوحيده برضو اللي حزين عليها برضو اميدو المحله انا فاكر كابتن خالد عيد كان هنا وقال لك كان في وعود ان هيبقى في دعم، لكن بصراحه مفيش. لا مفيش، يعني مفيش الدعم. يمكن المفاجاه اللي انا برضو دي انا بحبها احمد الندري، عندهم لعيب كويس قوي بلاي ميكر، انت عارفني بحب اقعد افتش على اللعيبه. محمود رضا الحارس راح لهم، اللي كان حارس في دجله. وعندك احمد حسن كان في وادي دجله راح، لكن احمد الندري ده ميدو نركز معاه، ده يبقى لعيب ناشئ متصعد من ناشئين وطلع للدرجه الاولى، لعيب بلاي ميكر كويس قوي قوي قوي. لكن اتمنى طبعا، انا دايما بحب الانديه الجماهيريه تفضل في الممتاز، لكن حاسس ان يعني اسوان وحاسس ان المحله هيعانوا بالنسبه للحرب اللي موجوده في الدوري والارقام اللي بتدفع. انتاج الحربي والجونه برضو نزل البادجت بتاعته من 250 تقريبا ل 150 او 160، ف يعني فرقه ممكن تبقى في المكانه اللي هم فيهم دايما، بس ما نتمناش ان هم طبعا يحصل لهم اي دروب. انا نفسي ان الجونه تشتغل كويس، لكن خاصه رضا شحاته والشباب طبعا طبعا مجتهدين، لكن الانتاج ما فيش خوف عليه مع كابتن مختار. عندك امبي ما فيش خوف عليه مع كابتن حلمي طولان. امبي عامل فرقه كويسه على فكره، فرقه كويسه. كابتن حلمي يعني عامل فرقه كويسه جدا، هو جاب لعيبه اجانب مميزه. وعنده خلي بالك في حاجه اسمها فرقه كابتن مثلا بتتكلم في الانتاج الحربي، طلع الجيش. لا فرقه دي كبيره، فرقه كبيره، انا هشجعها السنه دي بصراحه. شجع الجيش؟ شجع الجيش، فرقه عجبوني جدا جدا قدام نادي الزمالك. ماليش دعوه بقى ايه اللي حصل، الكلام ده كله لعبه كابتن طارق العشري اشتغل بشكل كويس جدا، والاثبت الكلام ده كله ان مباراه الزمالك دي ما كانش صدفه. انت بتتكلم ان فرقه تقف قدام النادي الاهلي بهجوم النادي الاهلي بمعنويات اللي دخل بيها النادي الاهلي 120 دقيقه هميدو، ده موضوع مش سهل، ان انت واقف سوليد، واقف فرقه واقفه بشكل كبير، الناس بتهدد مرمى الاهلي وبيلعبوا بشكل كبير. لا فرقه الجيش هتبقى فرقه محترمه قوي. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم مره ثانيه في اوضه اللبس. الاسبوع الاول يمكن هيكون اسبوع سابوا لنا شويه كيك كده حاجات حلوه، انا مزود لك الكيوي عشان عارفك بتحبه. يعني الاسبوع الاول ماتشات مهمه جدا، والناس بتقول ان الزمالك عنده جدول صعب جدا. انت بتتفق مع الكلام ده؟ لا بتفق، بس ده مش معناه ان الزمالك مش جاهز، في فرق كبير. انت لما تيجي تقول مثلا مانشستر بيلعب توتنهام، ارسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، لازم هتقول ان الجدول صعب. بس هي الفكره مش موضوع صعوبه، لا هي انا عايز اقول كلمه بس يا ميدو، السنه دي اتمنى من الجمهور يفهموا شكل المنافسه بتاعه موسم 2021 او 21 بقى 22، الله اعلم هيخلص امتى، ان لازم الجمهور يبقى عنده نفس طويل يا ميدو، ان الفرق الكبيره هتكسب وهتقع. مش الجمهور بقى المسؤولين، لا الجمهور يصبر، الجمهور نفسه يصبر على الفرقه. يعني مش معنى مثلا الاهلي راح متعادل مثلا قدام بيراميدز، الزمالك يتعادل قدام بيراميدز او قدام المقاولين، ده كده فرق وحش. لا الفرق خلاص متقاربه بشكل كبير، خلي بالك انا ما بكلمكش على حاجه، انت طبيعي ان انت ممكن تلعب بيراميدز، الزمالك ممكن يتعادل، الزمالك ممكن يتعادل المقاولين، ده معناه ان مش الزمالك وحش، لا معناه ان حصل ابجريد للمقاولين. فلازم الجمهور، ولازم اول حاجه اللعيبه يبقى عندها ثقافه ان انا الجيم بيخلص خلاص الصفحه اتقفلت وببص للصفحه اللي بعدها. فانا شايف مثلا مباراه زي بتاعه الزمالك والمقاولين، مباراه هتبقى مباراه مفتوحه فيها فرص، اللي هيفوز بيها هو اللي هيعرف يستغل الفرص اللي بتجيله. اي مباراه بتبقى متقاربه 50-50 60-40، الكلام ده كله اللي بيكسبها هو اللي بيعرف يستغل الفرص بتاعته. طب في ماتش المصري والاسماعيلي، يعني ماتش في رايي ماتش مهم جدا. الماتش ده انا عندي عشق دايما لديربي انت فاهم. لا مباراه جامده جدا، الاسماعيلي دعم بشكل كويس، المصري دعم بشكل كويس. المصري يلعب فين السنه دي؟ هو بيخرج، ما بيخرجش بره برج العرب.
كانوا عايزين يلعبوا في السويس او لا يعني كده كده عامه ده موضوع بقى نتكلم فيه بعدين. لكن طبعا ده في ظلم للانديه. في ظلم. انت بقالك 8 سنين كل الناس بتروح له. ده مش فير. خلي بالك. لكن لا بس ممكن الناس بورسعيديه تقول لك ان انا ما بلعبش في ملعبي. يعني كل الناس يعني عايز اعرف. لا بس هو خلاص انت لو جبت. يعني هم بيحاولوا بقالهم سنين برضه هم يلعبوا. لو جبت فرقه من عمان بتلعب بقالها 8 سنين على ملعب خلاص بقى ملعبها. فاهم؟ الموضوع مش كده. لا ولكن. لا معلقه شويه. لكن هي ظروف شوية. هي ظروف خلي بالك هم ما لهمش ذنب فيها. لا ما لهمش بالعكس هم بيطلبوا يلعبوا. ولكن احنا نفسنا. على فكره خلي بالك انا عايز اقول لك موضوع ان هم بيلعبوا في ملعب واحد في برج العرب بره او حتى بيلعبوا في السويس مع ايهاب جلال كانوا بيلعبوا في السويس ده مكلف على الاداره بشكل كبير جدا. يعني كل دي معسكرات معسكرات ورا بعض. لا انا فاهم بس انا اعتقد ان اتحاد الكوره عليه جزء في الموضوع ده لان انت مخرجني بره ملعبي فاكيد اتحاد الكوره تقريبا في بيساهم في لا الموضوع لا لا. ده والله لا 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 مفيش دعم ولا حاجه بالعكس لكن عامه يعني بيصرفوا جزء كبير جدا من البادجت بتاع البادجت بتاعتهم في معسكر برج العرب. لكن عامه مباراه انا منتظرها مباراه هتبقى محترمه جدا مباراه هجوميه بشكل كبير. اللي عايز يتفرج على مباراه في الاسبوع ده ممتعه هيبقى ماتش الاسماعيلي وماتش المصري. كابتن علي ماهر بيحب جريده بشكل كبير جدا جدا بيحب دايما يلعب كوره على الارض الحركه بدون كوره. عندك الاسماعيلي عايزين طبعا بيلعبوا ده كويسه وريكاردو بيلعب كويس هتبقى جامده جدا واتوقع ان فيها اهداف كتير. يعني طبعا نتمنى الموسم ده ان شاء الله يبقى موسم افضل يكون منافسه فيه اشرس في المقدمه يكون منافسه فيه قويه على المربع الذهبي وده احنا متوقعينه لان في فرق اربع خمس فرق قريبين جدا من بعض ونتمنى ان المنافسه تبقى موجوده في كل حته في الملعب نتمنى يبقى فيه عداله. لكن بنتكلم على الدوري المصري ما ينفعش نتكلم على الدوري المصري. هو احنا ليه يا ميدو معلش هو احنا ليه الفار البلد الوحيده الفار فيه مشكله؟ انا مش قصدي الفار فيه مشاكل في كل حته بس عندنا مش بالدرجه دي الطبيعي ده بيساعد الحكام يعني عايزين ينتقل من الفار الى الفار. لا لا مشكله في يعني مشكله كبيره يعني بس على كل الانديه خلي بالك ما ينفعش نتكلم على الدوري المصري ما نتكلمش على طارق العشري. طارق العشري كان لعيب مميز جدا ولعيب ملتزم جدا وكان مدرب عام بعد كده اشتغل مع مدربين كبار واشتغل مع كابتن حلمي طولان ثم بعد كده مسك مدير فني نادي حرس الحدود. الحقيقه كان عندهم جرأه كبيره جدا في ان هم يدوا له المهمه والراجل على طول قدر ان هو يضع بصمته في حرس الحدود وغير طريقه اللعب ويجيب لعيبه تناسب طريقه لعبه وقلب طريقه اللعب الاربعه في وقت ما كانش حد بيلعب اربعه وقدر ان هو يكسب بطولات. وانا بقول ان هو يعني وكان قريب جدا خلي بالك يا ميدو ان انت عارف النقطه بدون اقطع كلامك لاول مره انا مش هقول طبعا على الجيش مؤسسه محترمه انا قصدي حته ان انت خلي بالك الجيش لو بيلعب الزمالك او بيلعب الاهلي دايما بيبقى الابر هاند للاهلي او الزمالك دايما لما توصل لضربات الجزاء البريشر او الضغط بيبقى على الاهلي والزمالك. لكن في ضربات الجزاء لعيبه طارق الجيش عشان عايزه تاخد البطوله كنت تحس ان الضغط على لعيبه طارق الجيش في ضربات الجزاء عن الاهلي. فاهم قصدي؟ يعني دايما لو انت فرقه وصلت للنهائي قدام الاهلي او الزمالك تحس ان الخوف على الفرق الكبيره لان الاقل نسبيا هو خلاص عمل اللي عليه ووصل لمرحله. كنت حاسس في الماتش ده ان لعيبه طارق الجيش كان عليها ضغط ان هي نفسها تكسب وده كان باين في الكور اللي ضيعوها كان فيها تسرع. يعني دايما انت ما بتيجي تلعب قدام نادي ثم لعبوا ماتش كبير كبير قوي لعبوا فتره كبيره 10 لعيبه خلي بالك انت تتعادل بعد الدقيقه 90 انا عايز دي يعني ممكن خسرت 1-0 وعملت ماتش كويس لا ان انا اتعادل بعد الدقيقه 90 لا انا فريق عندي ثقه في نفسي. انت كنت جول كيبر يعني الجول اللي جابه طلائع الجيش انت شايف ان الشناوي شيلها؟ الرياكشن بتاعه كان طبيعي ولا كان ابطا سن؟ انا كنت حاسس ان الشناوي حاسس ان المباراه انتهت. لا بكلمك فنيا. لا دي خلي بالك بتفرق جامد جدا. لا انا بتكلم الكوره انا شفت على نفسي انا مش جول كيبر بس انا شفت ان كان ممكن يبقى التعامل بس انا بتكلم في حاجات ممكن ما حدش بيتكلم فيها بس انا شفت ان انا لازم لا كان فيها. ممكن يبقى الرياكشن كان لازم يبقى اسرع. يبقى اسرع. جول كبير زي الشناوي. والجول الكوره فوقيه. الجون يا ميدو خلي بالك يعني واحد كان على قده حارس مرمى ولكن انا عايز اقول لك الجول الكبير هو جون كبير جدا طبعا مفيش ثانيه تحس ان الجيم انتهى مع الصفار يعني انت خلاص الاهلي كسبان ودخلنا في الدقيقه 90 واكسترا تايم والكلام ده كله ولو كانوا هيجيبوا جون كانوا جابوه ده لما بينزل سنه تركيز التركيز هشام بشكرك
بشكرك يا ميدو، وان شاء الله يعني الدوري يبقى قوي السنه دي ونستمتع ان شاء الله معاك بتحليله ومع نجومنا الكبار ان شاء الله. طارق العشري في رايي واحد من افضل المدربين الموجودين في الدوري المصري، راجل عمل بصمه كبيره جدا في معظم الاماكن اللي اشتغل فيها. في ناس بتصدمه ان هو راجل يعني دايما بيدافع، بيلعب بطريقه دفاعيه، دايما الماتشات اللي موجود فيها ما بتبقاش ماتشات فيها يعني ما بيهاجمش كتير وما بيضيعوش فرص كتير. بعد الفاصل عايزين نساله عن فلسفته في التدريب وطريقه لعبه، وهل فعلا الكلام اللي بيتقال عليه ان هو راجل مدرب دفاعي دي حقيقه ولا هو راجل واقعي، وايه الفرق بين الواقعيه وبين المدرب اللي بيحلم ان هو يعمل حاجه ممكن تكون مش على قد مستوى اللعيبه اللي موجوده فيه ومتوفره له. وهل لو مسك نادي كبير زي الاهلي او الزمالك هيفضل مدرب دفاعي ولا ساعتها ممكن يغير قناعاته التدريبيه؟ حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها مع كابتن طارق عشري بعد الفاصل. نروح لبريك ونرجع مع كابتن طارق عشري.